ياسمين صبري تجيب على أسئلة جمهورها عبر إنستغرام، تواصلت معهم عبر خاصية ستوري وكشفت حقيقة حلاقة شعرها بعد الانفصال عن أبو هشيمة. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات ياسمين صبري. قررت ياسمين صبري التواصل مع جمهورها عبر حسابها على انستغرام، وأجابت على العديد من أسئلتهم من خلال خاصية ستوري. تحدثت ياسمين صبري لأول مرة عن حلاقة شعرها بعد انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأكدت أنها لم تقم بقص شعرها نهائيا، لكن صورها المتداولة كانت تعتمد وقتها تسريحة الشعر على هيئة كحكة للخلف. وجهت ياسمين رسالة لأحد متابعيها للتخلص من صفة الحسد، وقالت لها: استغفري ربنا في كل فكرة فيها حسد، وقولي يا رب ارزقني كما رزقتهم، واسعدي لما تشوفي كرم ربنا لأنه مش بيخلص، وممكن يكون الدور الجاي عليكي. كشفت ياسمين أن الرغبة في التخلص من الحياة غالباً تأتي بسبب الشعور باليأس والفشل، فطالبت متابعيها بعدم الانسياق وراء هذه المشاعر السلبية. ياسمين صبري تستعد للانطلاق في عالم الفن من جديد، فبجانب التحضير لفيلمها الجديد شغل عصابات، أعلنت تعاقدها على عملين جديدين، لكنها حتى الآن لم تكشف أي تفاصيل تخص هذه الأعمال. ياسمين صبري انفصلت عن زوجها الثاني رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد زواج استمر عامين فقط، وأكدت أنه بعد الانفصال لم تحصل على ثروة كبيرة كما يردد البعض، وقالت أن الانفصال تم بهدوء واحترام شديد بين الطرفين، وكان حاضراً في جلسة الطلاق شقيق أبو هشيمة وصديقة مقربة لياسمين صبري. منذ الانفصال وتستمتع ياسمين صبري بإجازة خاصة في دول أوروبية، فظهرت في طائرة هليكوبتر على سطح المحيط الهندي، وأكدت أنها تعتبر هذا المكان بيتها الثاني، وتعمدت الظهور بإطلالات أنيقة وفخمة لتؤكد أن مستواها الاجتماعي لم يتأثر بانفصالها عن أبو هشيمة. وبجانب ذلك ظهرت في عدد من المناسبات الرسمية أبرزها مهرجان كان.